خلاص خلاص حل مشكلة المساحة دي يا جدعان، انزل لكم فيديوهات اهو. وصلنا وصلنا. انا بسمع كل الناس عمالة تقول الارم ستور الارم ستور. لا اشوف بنفسي بقى، اشوف بنفسي بقى. افتحوا بقى. هوبا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندكم 12 برو ماكس؟ 12 برو ماكس. اصحى. بص احنا بس عشان طلبنا صعب شوية مش عند اي حد، احنا عايزين 512. موجود؟ عايز كم واحد؟ 512. لا لا لا، سكت 7000 واحد. لا لا لا، لا استنوا بقى يا جدعان عشان شكلنا لقينا هنا هنا كده يا جدعان، هنلاقي حاجات تانية غير ال 12. بص ال 12 برو ماكس بالنسبة لنا يعتبر ايدن. شوف فينا الماك بوك برو، سوري الايباد برو. حلو. ال 2020 احدث حاجة، دي احدث حاجة نازلة في ابل. شايف دي؟ واخد بالك من الكلام ده؟ انا اشوفها بوداني. انا عندي وداني هنا في وداني. بص طبعا انت احنا انتهينا في الستور بتاع منتجات ابل ستور. اوكي اسالني على ده. كنترول بتاع بي اس 5. حلو، ده بيشتغل على بلاي ستيشن 1 ده؟ 1 بص دي كمان بي اس 5 عندنا. طبعا احنا الوحيدين اللي عاملينها في مصر. تعال نكمل بقى، عايزين نشوف الحوار ده. هقول لهم ان عندي بلاي ستيشن 2 في البيت. هنا الايفون. تعالى بقى الجنب التاني اوريك حاجات تانية اقوى. شيل بس الحوار بتاع بي اس 5 ده، كم مره في العربيه بصراحه. حطه في العربيه بسرعه. في كاميرات، في كاميرات. خلاص خلاص تعالى ارجع. في هنا الماك بوك برو الام 1 سيليكون اللي هو احدث حاجه. ال 21 احدث حاجه. في الماك سيف بتاعت الايفون. الادابتور ده مش هيفتح انت تصدق. هنا دي بقى المفاجاه. جوجل 9 اديشن 9. واحنا فاكرين ال 7 اللي معانا. اكس بوكس. هنا اكس بوكس 512. ابل واتش 6 نايك اديشن مش العاديه. الساعه نايك اديشن. الساعه نايك اديشن مش العاديه. في 6 عندنا في الاحمر والازرق. ابل ستور بقى. ودي شجره كمان. ايه رايكم في الستور؟ لا بجد ما شاء الله. شفت الابل بتاعتي؟ تعالى بقى انا جبت لكم ايه. ايوه اللي انت كنت داخل تسالني عليهم ده 12 برو ماكس. لا اعمل زوم كده. 512. 512. قفشته. 512 قفشته. 12 برو ماكس ازرق. بوكسنج. لا لا مكسوف. لا 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 انبوكسنج. افتح افتح يا زعلولي. ليه كده؟ ليه؟ الكاميرا دي وهي بتفتح كده بتفتح في قلبي. تعرفي كام كام؟ اوه الله 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 الله. اسال عشان نبقى ايكل توينز. اسحاق. ملكين ازرق؟ طب ما ايه اللخبطه؟ انت اتفاجئت؟